مولاتي، هل ذهبت ورأيتها؟ أجل، وكاد قلبي ينفطر لرؤيتها فارغة. سينسى أمر تلك الحجرة. لن ينسى يا مولاتي، فما صارت إلي سيذكر دوما بما كانت عليه. إن رجع مولاي السلطان إلى القصر، سيرجع وسيكون ذات القصر، ولكنه لن يكون ذات السلطان. سألحق به. قد استحق هذا النفي، فلما تكون معه فيه؟ ليس نفيا، بل استعداد لأمر سيحدث فأكون بجانبه. لم يردك بجانبه من قبل. كان هناك ما يحجبني عنه ويحجبه عني، وقد زال. قد أقرك على ما تفعل، ولكن لا لتكون لجانبه، بل لتكون قريبا من شهرزاد، فما زلت خائفة عليها. أنا لا أثق بما يكون من هذا السلطان. كيف تجدينه؟ أنت لا تجيد هذا يا شهريار. لكنه سيفي صنعته بنفسي، أفضله عن كل السيوف. هل أمضي معك؟ ليس لهم، فلا أدري ما يدبر السلطان شهريار في جبال الباشق. لا أذهب من أجله، بل من أجل شهرزاد. أما زلت حاقدة علي؟ ليس حقدا، أدرك ما تحسين به. سيأتي يوم تصبح فيه جبال الباشق، هذه الجبال الموحشة المغفرة، قلب كرمان. هل ستمكث فيها؟ لا أدري، فإننا ننتظر أياما لا ندري ما يكون منها. لنا لقاء. مع السلامة. أهلاً يا علاء الدين. علاء الدين، أتنوي فتح دكانك؟ أخشى أنني ما عدت أجيد البيع والشراء. وتجيد القتال؟ إلى أن تدعونا الحرب القادمة. وكأنك متيقن منها. أجل، متيقن منها. آتي إلى دكاني متحمساً لبيع الأزهار، فأباغت بحديث القتال. ليس لك جلد على ما كنت فيه. اشتقت إليك فأتيت. لا، بل ما زلت ترى أنك سلطان متفرد بذاته، فما أن أنهيت طرق سيف لك حتى تركت هذا الأمر. أصنع سيوفا لكل كرمان، أين أهلها؟ أما طرق السيوف لإنقاذك وإنقاذ كرمان، فأين كنت أنت؟
أنت تقسين علي، قسوتك علي أشد من قسوتهم علي. أتراح قسوة أيها السلطان؟ فما هي من قسوتك أنت؟ لن نعود إلى هذا. لم نخرج منه لنعود إليه. وهذا الذي حدث موصول بما قبله وممتد إلى ما بعده يا شهريار. وما بينهما نريد الحياة. لا لا لا، لن تذهب يا سندباد. وما الذي يمنعني؟ أمر غفلنا عنه وهان لنا أن نفعله. ما هو؟ مغارة عصبة الملثمين وما يخفون فيها. يا كلما شدني الشوق إلى البحر ناء بي أمر عنه. أجل لنهيئ لهذا. وما يعرف الطريق إليها بل ومكانها إلا علاء الدين وزمرد. ونحتاج إلى مجموعة من الرجال. بما تتحدثان؟ السندباد كان عازما على السير إلى البحر ومنعه مانع. ما هو؟ أمر حدثتك فيه، مغارة عصبة الملثمين. ما قولك يا سندباد لو بلغنا إليها وأخرجناها؟ فماذا يكون مآلها؟ ضعوها بين يدي السلطان. ويحك يا عتاب، لا حق للسلطان فيها. هي ملك لأهل كرمان. على رسلكما، لم أقل أن تمنحوها للسلطان، بل هو امتحان له. كيف هذا؟ تفوضون إليه أمر التصرف بها، فإن أعجبكم رضيتم به، وإلا أجل هو ذاك. لنبحث عن علاء الدين. سيد الوزير، أين هما؟ في خلوتهما، هل أنبئهما بقدومك؟ لا، أفضل أن أذهب أنا إليهما. تفضل يا سيدي. من هنا؟ نعم يا سيدي، من هنا. أنت متيقن من الطريق إلى المغارة؟ كأنه ماثل أمام عيني. إذن لنهيئ لهذا. نبدأها أولا بمن يكون معنا من الرجال، ثم الإبل لحمل ما نجد. هذا صحيح. هيا. ها
حدثني عن أمي وعن دنيا زاد، اشتقت إليهما. فماذا عن شوقهما إليك؟ كيف تركت دارك وأتيت إلينا إلى هنا يا ريان؟ أيها السلطان. أترى أمامك سلطانا حقا؟ لا أجيب عن هذا السؤال الآن، أما ما دفعني فلا أدري إن كان يستحسن البوح به أو يستحسن سماعه. بل قل. لقد أبعدتني ورضخت لمشيئتك وكنت متشككا. وقد تيقنت. وهذا ما دعاني لأسألك وأطالبك بحقي وحقي كرمان عليك. إن بعث الملك شهرمان بجيش لغزو كرمان، فماذا سيكون منك؟ وإن لم يفعل؟ سيفعل، سيفعل، وإنك لا تدرك هذا. كرمان لا تستطيع أن تواجه جيش شهرمان. لا أسألك عن كرمان، فكرمان أمرها بيد أهلها ويواجهون. أسألك أنت، ماذا سيكون منك؟ ألست واحدا من أبناء كرمان؟ الآن أرى أمامي سلطانا. مولاي، ألا تسمي من ينوب عنك ويقوم مقامك أثناء غيابك في هذه الحرب؟ أخطأت في أمرين بقول واحد أيها الوزير. إنك سميت هذه التي أسير إليها حربا، وإنك ترى هنالك من يقوم مقام الملك شهرمان. ألا تدرك أيها الوزير أنه لن يكون هناك قتال؟ فما أن يشارف جيشي على كرمان حتى يخرج أهلها طلبا للأمان، ويأتيني السلطان خاضعا. من هنا، هذه هي الطريق، هيا. ما خرجت من دارك إلا لغاية، لكني لم أدركها بعد. سأعود إلى كرمان، فقد بات أمرها يقلقني. إن تم هذا الغزو فلا أدري ماذا سيكون حالها، وإن كنت أوهم نفسي بغير هذا. فلا تواجه. تستسلم؟ لا. فماذا بينهما؟ أتذكر تلك الحكاية التي رويتها لي وأنا صغيرة أنام على زندك؟ أنا رويت لك حكاية؟ أكنت أروي الحكايات؟ سأذكرك بها.
كرمان من أهلها وتترك مشرعة لدخول الغزاة؟ أما قلت ألا طاقة لكرمان على مواجهة جيش الملك شهرمان؟ فلا يتركونها إلى حين، فيظن أنه تمكن منها وأتم اجتياحها دون قتال؟ بل قتال مؤجل. لا أفهمك. يحاصر الملك شهرمان وجيشه، وقد ظن أن الأمر استقر له، ويباغت من حيث لا ينتظر. هل كلمت السلطان بهذا الشأن؟ لا. وتقدمينني عليه؟ لم أكلمه. لما؟ إنه السلطان. ألا ترى انشغاله بهذا الذي بين يديه؟ أمر يعبث به. لا يا أبي لا، شهريار لم يعد يعبث، إنه يعيد بناء من هدم من نفسه بطرق حديد السيوف. لو تدري أين يقع أثر هذا الطرق، لم يعد يحس بأنه سلطان بل واحد من أهل كرمان، فإن عاد إلى قصره عاد بهذا الذي يفعله. اهتمي بنفسك يا ابنتي. اطمئن. هؤلاء بعض من رجال حنظل الذين فروا من القتال إلى هذه المغارة، وهم لا يعرفون ماذا يفعلون. القادمة سأصنع لك سيفا يا ريان. لا أحسن القتال بالسيف. تحسن الرأي والمشورة. حيث موقعها أيها السلطان. أزيحوا هذه الصخرة، هيا. لم أكن أعرف أن كرمان على هذا القدر من الثراء. وثراؤها مدفون في مغارة لصوص، وأهلها يعانون الفقر والقهر. فلنخرج كل ما في هذه المغارة وليحمل على ظهور الخيل، هيا.
فلندخل الآن أولئك الرجال. بمقدورنا أن نقتلكم، ولكننا لن نفعل، فقد ألفتم هذا المكان وقد ألفكم، فابقوا فيه. هيا. هذا أفضل ما شاهدت. سيكون ما بعده أفضل منه، إنما لا تقاربني وبيدك سيف. أنت أوصلتني إلى هذا. أنا؟ كيف؟ حكاياتك كلها مغامرات وحروب وانتصارات، ثم لا تطيقين أن تري سيفا بيدي؟ بلى، إنما في معركة. فهل هذه معركتك؟ معركة أسعى لأنهزم فيها وتنتصر في غيرها. أنهزم في الحب وأنتصر في الحرب. ليس في الحب هزيمة وانتصار، إنه الحب. ما بك؟ أفكر بكرمان. كلما ازددت قربا منك، كلما ازدادت كرمان اقترابا مني. أنت حملتها إلي، أنت زرعتها في نفسي وروحي. فلما أنت قلق عليها إذن؟ مما ننتظره وتنتظره. الغزو؟ أجل،
الغزو، كيف ستواجه كرمان الملكة شهرمان وجيشها؟ كانت تذعن دون حرب. لم تكن تذعن، أنا من كنت أذعن. كرمان لم تكن تملك أمرها. وقد ملكت أمرها. فماذا ترين يا شهرزاد؟ لا أدري يا شهريار، أنت لم تواجه أمرا صعبا بعد. كيف؟ وهذا الذي أنا فيه. بماذا تفكرين؟ بكل ما مر بنا. سرت إليك في قصرك وأنا أتحسس عنقي وأرى يدي عليه مخضبة بالدم، ومكثت فيه وسيف جلادك فوق رأسي لا أدري متى يهوي علي. وسرت معك إلى هذا المكان، أتدري لماذا؟ لأن هنالك حلما يملأني تتراءى لي كرمان، كرمان أخرى غير التي تخضع وتذعن ويهلك أهلها الظلم والذل والقهر. شهرزاد، لقد نقلت إلي حلمك الجميل، صرت أراه بعينين مفتوحتين. لن يكون فوق عنقك الجميل بعد اليوم سوى يدي تحميه وتحفظه. عندما تكشفت لي خيانة حنظل أمضيت نهارا وليلة في خلاء البيداء وحدي متروكا، وما كان معي غير جثمان رجل ميت
تلك اللحظة تراءى لي كل ما بدا مني بعد أن توليت كرمان. خرجت من هذا ودخلت كرمان متخفيا، مررت بها ومرت بي، دخلت إلى أعماقي وبدت كما لم تبدو لي من قبل. كيف وجدته يا ريان؟ لا أدري كيف أصفه، ليس السلطان الذي عرفت، إنه منشغل بأمر استغربته منه. ما هو؟ منشغل في جل وقته بطرق السيوف. مهجوس بأمر الحرب؟ لا أدري إن كان هذا. أحدثته بأمر الغزو المرتقب؟ لا، بل جئت أحدثك به. أنا تحدثني بأمر الحرب والقتال؟ خطة لمواجهته. ما هي؟ إخلاء كرمان من أهلها. ماذا تقول يا ريان؟ إلى حين، فلا تكون مواجهة لجيش لا نقوى على مواجهته، ولا قتال يهلك أهل كرمان. الاستسلام والخضوع؟ لا لا أيتها السلطانة. ما هذا يا ريان؟ إنك تزيد الأمر غموضا. تخلى كرمان فيدخلها الملك شهرمان وجيشه. ما هذا الذي تقول؟ فإذا اطمأن الملك شهرمان إلى أن الأمر استقر له باقتحام كرمان، يباغت بما لم يكن ينتظر. لا تزد، ودعني أقلب ما سمعت على وجهه. ليس له إلا وجه واحد، دحر هذا الغزو. دحر هذا الغزو؟ لم تحدث به السلطان شهريار، إنما حدثت شهرزاد. وما أدراك أنني حدثت فيه شهرزاد؟ اسمع يا ريان، ألم تخدعني بقولك إنني صاحبة بصيرة نافذة؟ أبدا لم أخادع. فثق بها إذن، وما هذا الذي جئتني به إلا من حديث مع شهرزاد؟ ولا أدري من هي صاحبة البصيرة النافذة في كرمان إن لم تكن شهرزاد. افعل يا ريان، وأعد لهذا خير الإعداد.
وما موضع السلطان شهريار من كل هذا؟ واحد من أهل كرمانة وبينهم. اذهب يا ريان، اذهب. أين أجد السلطان يا مسرور؟ انتظر لحظة، سأدعوه لك. تبقى هذه الكنوز وتحرس ولا تمس إلى أن يصل السلطان شهريار. وما شأن السلطان في هذا؟ ألا يكفيه ما اغتصبه جنده وجباته؟ بل أما كفاه ما في قصره؟ اسمع يا سندباد، إن كانت لك غاية في هذا الأمر فاكشفها الآن. أجل لي غاية، إنما السلطان شهريار هو الذي سيكشف عنها، وفي انتظار ذلك لا يمس شيء من هذا الذي ترونه أمامكم، ودون ذلك الهلاك. أتقاتل أهلك من أجل السلطان شهريار يا سندباد؟ أجل أفعل، إنما ليس من أجل السلطان بل من أجل هذه الغاية التي ذكرت. سوق كرمان. أجل أيها السلطان، لأية غاية؟ أشرح لك الأمر في الطريق إن أحببت. تريدني أن أذهب معك محاطا بالألغاز؟ ليس هناك إلا لغز واحد أيها السلطان ينكشف في نهاية الطريق. ويحك يا ميمون، أضفت على الغموض توجسا وريبة. إن لم تصبر على الطريق كيف تبلغ نهايته؟ انتظرني هنا سأعد نفسي. كان عليك أن تدعيه يذهب هكذا. ولما؟ لا ندري ما يدبرون له في قلب كرمان. كرمان دياره وأهلها يبغضونه. أما كان بأيديهم أن ينالوا منه لو أن في نفوسهم هذا الذي تقوله؟ تطمئنينني أم تطمئنين نفسك؟ لا أرتاح إلا عندما أراه أمامي. أيها السلطان. لا تقل شيئا، لقد رأيت وأدركت. فما أنت فاعل؟ أكلم القوم. يا أهل كرمان، ها هي أموالكم التي سرقت وسلبت واغتصبت تعود إليكم.